طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. سويتوا ورا صدام، بنيتوا لكم شغله، سويتوا لكم رصيف، بلد فككتوه من الشمال للجنوب، شنو اللي سويتوه؟ حرام عمي، راح يسجل التاريخ ويمهل ولا يمهل. زين ربك بالمرصاد، اكو وزاره مضبوطه؟ تربيه، جهال، تخلف، مدارس ابتدائيه ومتوسطه حششه، شكو شنو اللي سويتوه صار 16 سنه؟ والله اكو رب اللي ما تغمض عينه. شباب مجوره، شباب ما عدها يطب عليه حمال، يقطيني 5000 ارجع للنهروان فرحانين. عندكم دوله؟ دولتي ايش هاي؟ دولتي ايش؟ دوله البطيخ؟ باتت لافتة الاكتفاء الذاتي جرس انذار يتهدد الاقتصاد العراقي مع كل مرة يعلن فيها الوصول الى هذا الاكتفاء في منتج او محصول. فبعد تسميم الأسماك وحرق أراضي الحنطة والشعير، آخر عمليات الاستهداف تعرض لها المشروع الوطني لتربية الدواجن بمحافظة القادسية. بعد الحديث عن توجه المشروع إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الدجاج وبيض المائدة، دعونا نتابع هذا التقرير حول هذا الموضوع ونعود إليكم. الاكتفاء الذاتي مرة أخرى عبارة صارت مرادفة لأي عمليات تدمير وتخريب تتعرض لها الثروات العراقية، ليتحول الأمر إلى وبال على الاقتصاد العراقي في أكثر من قطاع. تكرر ذلك مرات عديدة ليصل اليوم إلى حقول الدواجن. الأمر توضح أكثر منذ نهاية العام الماضي بعد الكارثة التي ضربت الثروة السمكية، حين شهدت مياه نهري دجلة والفرات نفوق ملايين الأسماك. تواترت الشهادات والتقارير على أنها حدثت بفعل فاعل بعد إعلان وزارة الزراعة تحقيق الاكتفاء الذاتي، لكن الأمر قيد حكومياً ضد مجهول وأدخل أدراج النسيان، وهو ما يؤكد ضلوع جهات سياسية متنفذة فعلاً هذه المرة في المجزرة التي تزامنت مع تشديد العقوبات الأمريكية على إيران ومحاولة الأخيرة إيجاد متنفس لاقتصادها المتهالك. لم يفق العراقيون من آثار هذه الكارثة حتى استيقظوا على إصابة محصول الطماطة بوباء مجهول أدى إلى تلف آلاف الأطنان منها. كلمة السر كانت مجدداً الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي، وأصابع الاتهام تتوجه مرة أخرى نحو الشرق الأصفر. الأمر ذاته حدث في الحرائق الواسعة التي طالت حقول الحنطة والشعير في العديد من المحافظات العراقية، فقد كان دليلاً كالشمس في رابعة النهار على وجود أياد تسعى إلى تدمير الاقتصاد العراقي، لا سيما مع الأدلة التي عثر عليها دون أن تجد جدية حكومية في التعامل معها. الفصل الجديد كان في محافظة القادسية، حيث التهم حريق هائل قاعة حديثة لتربية الدواجن في المشروع الوطني للدواجن، بعد تأكيدات على أن هذا المشروع الضخم يغطي 35% من حاجة السوق العراقية بواقع 500 طن من لحم الدجاج ومليون بيضة يومياً. الحريق الذي أدى إلى إصابة 2 من العاملين تم تداركه بصعوبة، وسيكلف الشركة المستثمرة خسارة تتجاوز قيمتها 5 ملايين دولار على وفق ما أعلنه مصدر رسمي. عضو لجنة الزراعة النيابية علي البوديري أكد أن الحريق كان مفتعلاً ومخططاً له من بعض الجهات دون أن يفصح عنها، لأنه جاء بعد أيام من إعلان وزارة الزراعة قرب الاكتفاء الذاتي من إنتاج الدواجن والبيض. تحقيق الاكتفاء الذاتي عبارة تحولت إلى ما يشبه شفرة لإطلاق يد العابثين بالعراق وقوت شعبه، أو شبحاً يطارد أي مشروع يسعى لسد رمق العراقيين الذين يواجهون كل يوم جيلاً جديداً من الحروب التي إن لم تقطع أعناقهم فإنها تقطع أرزاقهم. فمن يحمي العراقيين من هؤلاء العابثين؟
ومن يحميهم. لماذا يستهدف المنتج المحلي العراقي بينما يدعم المنتج الأجنبي وخاصة الإيراني؟ من يقف وراء محاربة وحرق المنتجات العراقية المحلية؟ لماذا لا تتخذ الحكومة إجراءات رادعة تجاه الجهات التي تحرق المنتج المحلي؟ لماذا لا تكشف عن هذه الجهات؟ لماذا قلل رئيس الحكومة عادل عبد المهدي قبل مدة من حرائق الحنطة والشعير؟ هل يعقل أن تسميم الأسماك وحرائق الحنطة والشعير والبساتين الزراعية وحقول الدواجن كلها وقعت دون جاني ودون جهة مسؤولة؟ كل هذه الأسئلة نريد الإجابة عليها من خلالكم أعزائي المشاهدين وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. طبعا وزير الزراعة قال وهو صالح الحسني قال بأن هناك من يعبث بمقدرات المشاريع الحيوية في العراق ومنها قطاع الدواجن. الحسني أكد أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة من أجل الكشف عن ملابسات إحراق حقول الدواجن في محافظة القادسية، وذلك بعد أيام من إعلان وزارة الزراعة قرب الاكتفاء الذاتي من إنتاج الدواجن والبيض. يأتي هذا الحريق ضمن سلسلة من الحوادث التي ضربت المنتوج الوطني الزراعي والحيواني منذ نحو عام عبر حرائق أكدت لجان عديدة بأنها مفتعلة، الغرض منها استهداف الأمن الغذائي للعراق ومواصلة استغلاله ليكون محطة استهلاكية لمنتجات دول مجاورة. نائب المدير التنفيذي لشركة دواجن الديوانية علاء الخفاجي أكد أن الحريق الذي اندلع في أكبر مشروع للدواجن بمحافظة القادسية تسبب بخسائر تقدر بمليار دينار، وأشار إلى أن الحقل يفتقر للحماية وسيارات الإسعاف على الرغم من أنه يضم أكثر من 800 عامل وبيطري. دعونا نستمع إلى هذا التصريح. من الجهات أنه توفر أقلها سيارة إطفاء تكون قريبة، يعني إحنا الحقل مالتنا متباعد الأطراف بسبب الأمن الوقائي، طول الحقل 15 كيلومتر، فكيف ما من تجي سيارة من برا إلى أن تجي ولا أن تدخل؟ يعني معقولة إحنا نوفر الاستثمار، وإحنا نوفر الكوادر، وإحنا نوفر تدريب الكوادر، وإحنا نوفر حراسات، وإحنا نوفر إطفائية، وإحنا نوفر مولدات لأن كهرباء ما عندنا. زين دور الدولة خل تحمينا شوية، إحنا ما نريد شيء تخصصي، يعني هذا اللي اختصاص الدولة تحمي المستثمر. وتنطي فد مثل جيد تخلي الناس خلينا نقول هسه المستثمر الأجنبي يجي يستثمر، خل أول شيء يدعمون المستثمر العراقي. النائب عن تيار الحكمة سالم طحيمر قال بأن حرائق حقول الدواجن في محافظة القادسية ضرب للاكتفاء الذاتي في العراق، أضاف بأن أكثر المستفيدين من تضرر حقول الدواجن هم مجموعة من المستوردين يمثلون جهات سياسية لا تريد نمو المنتج المحلي لتبقى بضاعتها الاستيرادية الرائجة في السوق. معنا اتصال من الديوانية أبو حسن. أبو حسن، برأيك من يقف وراء حرائق حقول الدواجن في الديوانية؟ سعد العزيز، اللي يقف وراء أحزاب سياسية مستفيدة من هذا الموضوع، مدفوعة من دول الجوار. احزاب سياسيه هاي معناته كل الناس تلتهم بها وتعرفها. كل شيء مزارعنا مال الطماطم انتهت، مال الرق والبطيخ انتهت، مال الماك لوت، مال الدواجن، مال غيره ما خلوا شيء وراهم، ما سووا لنا، لان كل مسؤول هو منتمي للدوله من دول الجوار، كل من الاختصاص الخاص. زين ابو حسن، اللي سمعتوه انتم بالديوانيه شلون تم موضوع الحريق؟ يعني هل مثلا احد من العاملين داخل الحقل شاف مثلا ناس اجوا بالليل حطوا بنزين؟ شلون تمت عمليه الحريق بحسب ما طبعا تداوله الناس في الديوانيه؟ هم اللي وصلنا الخبر، اللي احنا شفنا الناس، بس اللي وصلنا الخبر انه العمال نفسهم، هي الدواجن بها كاميرات. نعم، كاميرات بها كاميرات، فيجون ملثمين يطبون على الحقول يحرقون. هذول العمال عدد قليل، ما يقدم لا ياخر، يعني مستوى 5-6 عمال، 7 عمال، 8 عمال، ما ياثرون. تلقى مجاميع كبيره سيارات وتدخل على الدوائر تحت،
شغله عاديه من زمان مو في اليوم. نعم. زين ابو حسن، هو هذا الحق مو افتتحه عادل عبد المهدي رئيس الحكومه قبل فتره؟ هو افتتح رئيس الوزراء وجاء، وهو لهم شخصيات كبار مستثمرين من برا، يمكن كان الصور صاحب المعمل تفدي حسن الله. نعم. زين ابو حسن، شنو الجماعه اختلفوا على الدخل، اختلفوا على 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 الفلوس بيناتهم، قاموا باحراق هذا الحق لو حتى مثلا يجيب التاجر يجيب بضاعته من برا؟ لا مو اختلاف على الدخل، هم يلقون هون على المنتج المحلي على مود شو اسمه يجي الاستيراد من الخارج، هذا هدفهم. نعم. صارت مزرعه الطماطم، عندنا مزرعه الطماطم هاي لبوها سموم نفوق الاسماك، لبوهم سم للاسماك، فكشوا لازم يقضون عليه لان هم جايين عليهم شيارات كل من واجبه. نعم. هي هاي الوضع هسه اللي ماشيه. يعني انت تشوف ناس مرتبطه بالاحزاب السياسيه تقف وراء هذه الحراك؟ 100% 100%. أنا أشكرك أبو حسن من الديوانية، كان معنا اتصال موسى من السعودية. تفضل موسى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا أخي؟ حياك الله، يا أهلا بك. أنا لي تعليق بس من متابعين القناة المفضلة هذه. تفضل. بالنسبة للأحداث الحاصلة في الأخيرة بالنسبة للاستهداف المنتجات العراقية، نعم، ايا كانت سواء الاكتفاء بالاسماك او الاكتفاء بالدواجن او الاكتفاء بالخضار، نعم، كأخ وعزيز اقدم يعني اسفي للعراق، يعني 16 سنة الان ما قدمت الحكومة اي شيء للمواطن، سواء الأحزاب وسواء الأمور. فالحل للموضوع هذا أن يكون يعني حل وطني قبل أن يكون حزبي أو انتماءات لأي إن كانت في الدول المجاورة، يكون حب للوطن. فأتوقع أن العراقيين وسواء العراقيين ما تأخذ معهم الدولة سنتين إلا أو 3 سنوات بالكثير إلا ترجع اكتفاءها الذاتي مثل نعم قبل نعرفها من 2003 وقبل اكتفاء الكامل. وشكري وتقديري لكم جميعا يعني في الموضوع هذا يعني. حياك الله، اهلا وسهلا بك. موسى من السعوديه كان معنا. طبعا النائب طحامر بين بان اي منتج محلي يصل الى مستوى سد الحاجه المحليه يحرق او يتلف مثل ما حصل في قضيه نفوق الاسماك واحراق حقول الحنطه في اغلب محافظات العراق. من جهته قال مصدر مسؤول في محافظة القادسية بأن الحريق الذي التهم قاعة حديثة لتربية الدواجن في المشروع الوطني لدواجن القادسية حريق مفتعل، سيكلف الشركة المستثمرة خسارة تتجاوز قيمتها 5 ملايين دولار. كذلك أكد عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية علي البديري بأن الحريق مفتعل ومخطط له من بعض الجهات، ما حول تحقيق بفتح وطالب تحقيقا بفتح تحقيق يكون على أعلى المستويات وذلك كذلك ونشر جميع النتائج. نعم. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين باستلام اتصالاتكم، وكما هو واضح الأرقام أسفل الشاشة حول هذا الموضوع، موضوع حرق حقول الدواجن. لم تتوقف هذه، ليست الحادثة الأولى، يعني قبل تقريبا أسبوعين بدأت عمليات استهداف حقول الدواجن في كربلاء، هناك كان فيروس انتشر في حقول محافظة كربلاء نيوكاسل كان يسمونه، وكذلك يعني أهالي الحقول وأصحاب الحقول اتهموا من هم لهم مصالح باستيراد المنتجات الأجنبية من الخارج ولضرب المنتج العراقي المحلي. طبعا يعني كما قلنا بأن عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية علي البديري أكد بأن الحريق مفتعل ومخطط له
من بعض الجهات وطالب بفتح تحقيق حول ما حصل على أن لا يكون تحقيقا روتينيا، ودعا لنشر نتائجه على الرأي العام، وأضاف أن هناك شكوكا حول آلية الحريق الذي أضر بالمنتوج الوطني. معنا اتصال أبو حيدر من الفلوجة، تفضل أبو حيدر. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك، حياك الله، تفضل. والله يا أستاذ عمر قبل ما أدخل بالموضوع، نعم، أنا بس أرجع يعني أقول شغلة. هو اللي يحكم البلد، اللي يحكم العراق منه، عبارة عن عصابة متكونة من شنو؟ ناس اختصاص قتل واغتيالات، وناس اختصاص مخدرات، ناس لها صالات القمار، وناس سراق ولصوص، فهم دول الحراميه. يعني تتامل من البلد هاي نقطه. اما اللي حضرتك جنابك تتحدث عن موضوع المحاصيل الزراعيه، هو من اللي يحرقها؟ يعني الفلاح يحرق المحاصيل مالته؟ هو اكيد غير الميليشيات، حتى المنتوج الايراني يطب العراق. يعني هو ما شاء الله تمام، الكهرباء من ايران، الغاز من ايران، الغذائيه من ايران، الزراعه كلها من ايران. يعني هم يقول لك احنا نريد ندمر البلد، ندمر العراق بس في سبيل حتى ينتعش اقتصاد ايران. يعني هاي شغله معروفه، بدون بدايتها من فوق الاسماك، وبعدين مال الدواجن، وبعدين طلعونا مال البيض، وبعدين ما اعرف شنو. اقسم لك بالله العظيم، ذول الحصن، ذول الحكومه، العصابات اللي تحكم هذا البلد، والله العظيم هم الوحيد شلون يخدمون ايران. نعم. ولا اسالك بالله، يعني هسه خليه يطلع سياسي عنده غيره شويه. يعني معقوله بلد العراق من البلدان الغنيه يعني ما اقدر يعالج شغله الكهرباء؟ الكهرباء هي شنو؟ فد معضله يعني؟ لو لا ما يقدر يسوي، يعني هم حتى شلون يشترون كهرباء؟ الكهرباء يقدر يشترون مولده على سبيل المثال بمليار، ما يشترون مولده، يستوردون من ايران بمليارين في سبيل حتى تستفاد ايران. نعم. وشغله الغاز نفس الحاله، هم في سبيل يستوردون من ايران. والمحاصيل الزراعيه هاي نشوفها، هاي كلها حرق، هاي المحاصيل من اللي يحرقها؟ يحرقها الفلاح؟ لو هي الميليشيات الحشد المقدس اللي يحرق بيها، ولا ما نعرف لكم زارع تعبان الزرعه وفي سبيل ينتظر موسم حتى يحصد، يجي الافندي يحرق برمشة عين، والمصيبه يقول لك بس مجهول. لا والله مو مجهول. شنو مجهول؟ والله مو مجهول، هم العجل الميليشيات اللي جاي تحرق. ذول التابعين امثال ايران، اراذل القوم اللي تحكم هذا البلد، هم كلهم عصابات تابعه لايران. هم شلون يحكمون ايران؟ بس انا اقول والله مع الاسف على العراقيين، الى متى؟ نعم. الى متى تصبرون؟ زين ابو حيدر، نعم، يعني معقوله الحكومه مثل ما انت ذكرت وذكرنا احنا في بدايه الحلقه، الموضوع ما توقف يم حقول يعني الدواجن او الاراضي الزراعيه بالحنطه والشعير اللي تعرضت للحرائق، او حتى الاسواق. يعني احنا كل فتره نسمع هناك حريق في سوق الشورجة أو في أسواق أخرى في المحافظات العراقية، اليوم الدواجن، قبلها الأسماك، أقلها طبعا هو عدم إدخال البضاعة العراقية من الفواكه والخضروات إلى العاصمة بغداد أو المحافظات الأخرى. زين، كل هذه الأمور معقولة أنه الحكومة خايفة من هاي الجهات، أو أنه بالفعل مثل ما قال يعني رئيس الحكومة قبل فترة، قال انه ترى امر حرق الحقول الحنطه والشعير هو امر مبالغ به، وانه ما تم يعني المزارع اللي حرقت في السنوات الماضيه مثل سنه 2018 هي اكثر من هذه السنه، فدعا الى عدم المبالغه بهذا الامر. وطبعا يعني احنا العام ما شهدنا مثل هذه الحرائق ولو بنسبه 10%، وقال لك والله بسبب ارتفاع درجات الحرارة. أنت برأيك الحكومة متمثلة برئيس الوزراء والمسؤولين، يعني معقولة ما يقدرون يشكلون لجان تحقيقية وتطلع بنتيجة ويقول لك عمي هذا الجاني؟ إذا هم نواب ورؤساء لجان في البرلمان ده يقول لك هذا الأمر صار بفعل فاعل. نعم استاذ عمر. نعم. هو اللجان الفاعل منه؟ اقسم لك بالله هي الحكومه،
هي احزاب وميليشيات تابعه للحكومه حتى تخدم ايران. زين اسالك بالله يعني هاي انت جبتها على الشورجه. الشورجه شلون تحترق مخازن كامله بمليارات؟ وانا مره كنت موجود شاهد عيان. نعم. اقسم لك بالله هم نفسهم هم جماعه ايران يحرقون مخازن بها مليارات في سبيل ضبون اقتصاد البلد. هاي نقطه. زين حتى ما يقولون اخاف يعتبروها المعامل معامل الطابوق اللي بالنجف واللي بكربلاء. سلموا اهل النجف ليش سدوها؟ معامل الاسمنت ليش سدوها؟ في سبيل حتى يجيبون الطابوق الايراني ويجيبون الاسمنت الايراني. يعني هاي هم بها وهاي بالنجف وبكربلاء يمهم. اقسم لك بالله هي شوك وشي تخريب. هي الحكومه تسوي. نعم. والله العظيم هي الحكومه تسوي كل هاي الاعمال في سبيل تدمر اقتصاد بلد وينهض اقتصاد ايران. أنا أشكرك أبو حيدر من الفلوجة. رسالة على الواتساب يقول فيها: السلام عليكم أخي عمر، تحية طيبة لك ولكادر قناة الرافدين. يقول: باتت هذه الأمور واضحة للشعب العراقي، وهو ضرب اقتصاد البلد بكافة المجالات الزراعية والصناعية وغيرها من قبل السياسيين وميليشياتهم القذرة كما أسماها، والذين هم أذرع لإيران. والمستفيد الوحيد من هذه الأزمة الاقتصادية في البلاد هي إيران، حتى يبقى اقتصاد إيران وبضاعتهم الفاسدة مزدهرة في الأسواق العراقية وتدمير اقتصاد العراق. يقول: شوكت يصحى العراقيين من هالغفلة وينهض بثورة ونخلص بس من إيران وذيولها اللي يأكلون من خير هذا البلد. تحية طيبة من أخوكم أبو شهد من بغداد، وحياكم الله. حياك الله أبو شهد. معنا اتصال أبو عمر من الموصل، تفضل أبو عمر. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي قناتكم الكريمة. أبيك شلون نشوف موضوع اليوم يعني حرق دواجن، حقول إيه؟ الدواجن بالديوانية. أي نعم أستاذ هاي يعني الحروق وهاي شو اسمه العصير حاليا هسه بالعراق، هاي كلها سببها يعني الحشد هذا، الحشد الإيراني. يعني يما هاي يقول لك تنطيني نسبه لولا ما تنطيني يهجمها. هاي يعني نحن صوشنا، نحن الشعب العراقي استاذ، خصوصا يعني اهل الموصل، نحن ما يلام بينا هذول، لان نحن انطيناهم مجال ونحن اللي رحبنا بهم ونحن اللي هوسنا لهم. فاستاذ هسه يذبحون يقتلون يشعلون، ما حد يقدر يحكي وياهم. حشد ايراني يعني ايش تترجى منه استاذ؟ يا الحنطة والشعير السادة من شعال خام العراقيين هم نفسهم هذول الإيرانيين، ويقول لك فلان حشد وفلان حشد السادة. نعم. يعني الحشاد السادة بالموصل الله المستعان ما تتوصف. يعني ما شو أقول لك، ميت حشد ميت فصيل، هذا حشد فلان وهذا حشد فلان. من واقع بيها؟ واقع بيها التاجر، واقع بيها الموصل اللي هذول حشد سامع الدجاج اللي ما يقدرون يحشون لان هم اللي هوسون، هم اللي فوتوا لهم استاذ. يعني انا اعرف سنه والله العظيم استاذ معلقين رايات يا بني، ايش يقول لك والله خاف. نعم. زين ابو عمر، اذا الحكومه ما تقدر تحمي المواطن وما تقدر تحمي مشاريعها اللي يعني هذا المشروع افتتحه رئيس الحكومه عادل عبد المهدي وغيرها من الثروات المحليه العراقيه، شنو وظيفتها العاد؟ هذه الحكومه هاي شنو عاد عبد المهدي ما ياكل يشرب عندهم هذول. يعني ما استاذ، هي الحكومه ما ايراني تعبانه، اللي يريد يسوي اللي يريدون يسووا لا راي الجمهور يقف فيهم. استاذ ضابط من الموصل انا اعرفه والله يخاف من جندي بالحشد، اقسم بالله جندي بالحشد الضابط يخاف منه، رتبه وشايل هوسه ومسدس فتحته يخاف لا يعتقله ضابط. هذا جندي بالحشد استاذ، فهم حشد ايراني. يقول لك انا ما اقدر احكي وياهم، هم الحرره والموصل، هم شتنا وابناء الموصل، هاي المنطقه القديمه اللي حدا جدت بيها استاذ. فنحن ما عاد شعل وما شعل استاذ، والله العظيم ازيد من هذا الشيء يسووه. فكل هذا سببه ايران استاذ، سببه ايران، بس صدقنا نحن اهل الموصل اللي صبقنا لهم. نعم. أنا أشكرك أبو عمر من الموصل. طبعا أعتذر عن استلام الاتصالات على الواتساب فقط مخصص لاستلام رسائلكم. الاتصال مباشرة بالبرنامج عبر الأرقام الواضحة أسفل الشاشة. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة حول من يقف وراء حرق واستهداف حقول الدواجن في العراق. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
هذول الطلاب شو قاعد يعبون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال ام عبد الله من بغداد، تفضلي ام عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. تحيه لحضرتك والى قناتكم الشريفه ولكل العراق الشريف، وليله مباركه لكل العراقيين الشرفاء. امين يا رب، شكرا لك. استاذ احنا من 2003 الى لحد الان هو اصبح العراق يتعرض للإرهاب الاقتصادي. الإرهاب الاقتصادي وهو أنه جعل العراق دولة مستهلكة للمواد الغذائية وكل أنواع الصناعات، يعني أنه الحادثة اللي مالت الديوانية كان خسائرها حوالي 6 مليار. زين، وبعدين هنا على أساس أنهم يقومون بعملية تحقيق، هو أي تحقيق أو نتائج التحقيق اللي صار سابقا بالنسبة إلى قتل الأسماك، إلى قتل الدواجن، إلى قتل أهل الموصل، إلى قتل السبايكر، الحرائق اللي تعرض لها إلى المحاصيل الزراعية خاصة الحنطة، هاي ترى كلها أيدي يعني تصرف أموال من قبل الدول الخارجية وخاصة إيران. ولا ننسى ترى احنا اسرائيل هسه بالوقت الحاضر ترى قسم عندنا من المنتجات الاسرائيليه دخلت الى العراق بمسميات اخرى، وهذا كله سببه هو الاحتلال الايراني والاحتلال الامريكي والاحتلال الصهيوني. ما شفنا شيء بالعراق، انه كل العراق من شماله الى جنوبه هو متعرض. احنا يوميا نسمع نكسه طالت الحيوان وطالت النبات وطالت الانسان، خاصه الانسان اللي قتلوا في الحروب، وخاصه التلميذ اللي تعرض الى عدم التصحيح الجيد، وحتى طلاب الكليات. وبعدين استاذ عندنا الطالب اللي طلع الاول على العراق ما كرم من قبل الدوله مالته، وانما كرم من قبل دوله الخليج. زين، يعني دلاله على انه احنا حكومتنا هي ضد الشعب العراقي كله بأرض الحائط. يعني ما شفنا شيء يعني يفرح به العراقي، فلهذا نشوف انه احنا عايشين في دوله، خاصه المتنفذ في الدوله يكسر قرار الحكومه، انه كسروا قرار الحشد وعدم الانسحاب من الموصل، وكسروا قرار المنتجات، لان المنتجات اللي قالت الحكومه عدم استيراد المنتجات الاجنبيه حتى انه تعطي للعراقي فرصه اللي حتى لزياده الصناعه او الزراعه او تربيه الحيوانات، لكن كل هذا بيروح بعرض الحائط. ليش؟ من سببها؟ زين، التحقيق وين؟ هو التحقيق السابق انه احنا اخذنا نتائج التحقيق ما وصلنا الى اي نتيجه، ونفس الحاله حرق الدواجن وهاي الحيوانات اللي احترقت ان شاء الله حبتها على كل من ظلم الاسلام والمسلمين. يعني اشكرك ام عبد الله من بغداد كانت معنا. معنا اتصال ابو مصطفى من بغداد، تفضل ابو مصطفى. ابو مصطفى السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم، شلونك اخويا؟ اهلا وسهلا بك. شلون نشوف الموضوع، موضوع حقول الدواجن بالديوانيه؟ والله احنا لو مجاورين اي دوله ولا مجاورين ايران كان العراق بخير. نعم، يعني جار، يعني هاي البلدان العالم كلها مرتاحه، بس العراق عبل مجاور ذول الفرس المجوس ما يرتاح ولا يذوق طعم الراحه ابدا. جابوها علينا من المفخخات، من التكفيرين، من الصدامين، من الوهابيه، يجوبون ويلطخون علينا بهال
يعني حتى هم الشيعة نفسهم هنا هم ما يحبوهم دولة، ما يحبوهم الإيرانيين. هسه هم رجعوا على الشيعة، رجعوا على المناطق الجنوبية، قاموا يحرقون بال حتى على شنو يصادرون من إيران، لأن إيران هسه على أساس يعني هم والأمريكان يعني هذا فيلم، ترى هذا كله فيلم، والله فيلم. إيران خدم للأمريكان، إيران خدم للأمريكان ولإسرائيل، والله هذا كله فيلم على الأمة العربية وعلى العرب وعلى الأمة، على أساس إيران ضد أمريكا. هو إيران خدم لأمريكا وإسرائيل. ولا تصدق أكو واحد من العمايم الإيرانية أو العراقية هنا اللي تابعة لإيران، والله إذا ضد أمريكا ما يخلونه يعيش، خلال شهر يذبون علي صاروخه من البحر، يجي يطب علي من الباب ويقتل مكانه. فهاي العمايم اللي تجسع سيارات وحمايات على أساس هم ضد أمريكا، معقولة أمريكا تخليهم يمشون براحتهم؟ عمي لا تصدقون، أمريكا وإيران وإسرائيل واحد ضد العرب. يا عرب اصحوا، يا عراقيين اصحوا، ترى دمرتنا ودمرونا دمار. نعم، برأيك الحكومة وينها من كل هذه الأمور، الحرائق، تسميم الأسماك، عدم إدخال البضائع المحلية إلى العاصمة بغداد وتسهيل تنقلها بين المحافظات، وينها من كل هذه الأمور؟ والله يا أستاذ هو كله من وراهم هم. هم خدعوا، هم مو قالوا لو ما احنا الايرانيين امريكا ما تستحل العراق؟ هم صرحوا قالوا لو ما احنا ايران ما تطب العراق، وفعلا صحيح. يعني المقاومه العراقيه اول ما دخلت الامريكان هنا داحوا، والله داحوا بالعراق، يا عرب يا مسلمين داحوا بالعراق. بس الايرانيين جوي ويا الامريكان هم اللي قضوا على المقاومه، والا المقاومه كبدت الامريكان خسائر ما تعد ولا تحصى، والامريكان قاموا ما يشوفون دروبهم بالعراق، ولكن امريكا نصرتهم على المقاومه العراقيه الشريفه. وشكوا مقاوم شريف عراقي قاتل الامريكان، فلشوا بيته، حجروا، دمروا المناطق السنيه مثلث الموت، دمروا دمار بحيث ما تقوم لهم قائمه. ولكن ان شاء الله رب العالمين والمسلمين ان شاء الله يعودون ويمحون ايران وامريكا واسرائيل من الوجود ان شاء الله. انا اشكرك ابو مصطفى من بغداد، كان معنا اتصال اسماء من ديالى. تفضلي اسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. تحيه لك استاذ عمر ومسيك هذا الحلقه. استاذ عمر مقاتلين يعني يخلي موطة في الحديث يتصل دقيقة ثانية تسلم وينهل. شلون أختي؟ تعال الصوت هنا. الله مخدر ميب عليك الله مجرد اقتراح. أستاذ أمر احنا نسمع يعني الأجيال السبقانة يتكلمون عن الحرب العراقية الإيرانية بالثمانينات، يعني أستاذ أمر بفضل الله اللي جاي يصير بهالوقت ما اتصور باي وقت صاير عن اسرائيل العراق. يعني احنا من 2003 تهجرنا من شنو؟ من كل الجيش، من ضمن جيش المهدي. بوقتها كان جيش المهدي هجرنا، طلعنا من جيشنا. فاسمع يوميا المتصلين يتصلون او المجيب يتكلمون يقولون احنا نحن اراضيكم، نحن أعراضكم، هاي الشغلات. فليش ما يحمون هالناس، هالحقول، هالمزارع، هالبيوت، يموتوهم يقتلوهم يوميا؟ نسمع هاي الأخبار المؤلمة اليومية، يعني ليش ما يحمون؟ لأن هم ميليشيات. أستاذ عمر ما يريدون يشتغلوا العراق، هم مجرد هم العراقيين، هم طلبوا 2018 قتلوا الأبرياء، المرة المزارع، المرة نعم. أنا أشكرك أختي أسماء من الديالة كانت معنا. طبعا لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية أكدت بأن غالبية البضائع التي تدخل البلاد تتسبب بالأمراض المزمنة لدى العراقيين،
وقالت بأن العراق يعاني انتشار الأمراض بسبب عدم وجود سيطرة نوعية فاحصة للبضائع المستوردة من الخارج في المنافذ الحدودية، وأشارت إلى أن معظم المواد الغذائية والبضائع التي تدخل إلى الأراضي العراقية رديئة وتصنف من الدرجة السادسة، مضيفة بأن هذه المواد كانت سبباً بانتشار الأمراض الوبائية السرطانية لعدم جودتها. وبينت بأن معظم المواد التي يتم استيرادها لا تصلح للاستهلاك البشري وقد تؤدي بحياة المواطنين. وإحنا نشوف يعني من العام 2003 ولغاية الآن ازدياد نسب الأمراض السرطان وكذلك أمراض أخرى، وبين فترة وفترة ينتشر وباء بين العراقيين، حتى الإنفلونزا تأتي بأشكال مختلفة وبمواسم مختلفة. ما عندنا لا سيطرة نوعية ولا كشف على البضائع، وأي بضاعة يريد يدخلها التاجر أو السياسي أو المستفيد يدخلها. ويومية نشوف إحنا بضائع منتهية الصلاحية، طبعا هاي اللي يتم إعلانها، ده يحرقوا لهم الجماعة سيارة سيارتين والباقي تباع في الأسواق العراقية. معنا اتصال أبو زكريا من كركوك، تفضل أبو زكريا. الله حفظك يا بالخلاصين عبدين يا أهلا وسهلا العراقيين إن شاء الله. الله يسلمك ويخليك. شلون تشوف موضوع حرق حقول الدواجن بالديوانية أبو زكريا؟ برأيك من يقف وراء هذه الأمور؟ وين الحكومة عن كل هذه الأمور؟ ابن العزيز عبد الأسماك بالحلة الأسماك الحيوانات من حلقة غير من الاستياد يعني حرق الدواجن، يعني ما يلزون لا دواجن لا أسماك، يلزون بس من إيران يسوون استيراد. يا ابن العزيز يعني الله شافوه بالعين لو بغيبوبه ابن محمد، صدق هذول الحكومة يحرقون البشر بس يجيبون من إيران. نعم والله العظيم ما يخلون لا دواجن، حرقوا الحنطة، حرقوا الشعير، حرقوا السمك والنور، حرقوا الدواجن، الكلاب والكلاب للحكومة الجعلبة اللي الله صلته علينا من الإيرانيين. يعني شوف شباب الحراس كلها مخدرات يا ابن محمد، كلها مخدرات، كلها عطارة بطارة عراق انت يا ابن محمد بالقرآن الكريم. أنا أشكرك أبو زكريا، أشكرك أبو زكريا من كركوك. بس أؤكد للمشاهدين أنه أي غلط على أي شخصية ما نريدها، رجاء ممنوع هذا الأمر، لا راهم أخلاقيا ولا راهم بالشاشة. فإحنا نريد ننتقد حكومة، شخصيات سياسية، أحزاب، من حقك، هذا رأيك. بس أي تجاوز سب شتم أرجوكم بدون أي سب وشتم. رسالة يقول فيها يوسف عبد الله، يقول السلام عليكم أستاذ عمر وتحياتي لقناتكم الوطنية وكادرها المحترم. يقول أقسم بالله سبب دمار الاقتصاد العراقي هي إيران ومن يمثلها من ذيول سياسيين وميليشيات إيرانية الذين يتباهون بانتمائهم إلى الولي الفقيه. يقول أي اكتفاء ذاتي لأي منتج في العراق يكون مستهدف لهؤلاء الخونة حتى يخدمون نظام إيران واقتصاد إيران، فهي الدولة الوحيدة المستفيدة بزج بضاعتها للسوق العراقية، لأن أي دولة مجاورة ما تستورد من إيران سوى العراق. أما بالنسبة لرئيس الوزراء فهو لا يحل ولا يربط كما يقول، وهو مجرد خراعة خضرة تدير الأحزاب وميليشيات الحشد ومؤتمر من قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، لأن هو كل قرار ما عنده. وخير دليل سالفة اللواء 30 اللي مشوها غصبا على خشمة وخلت فيدة سيارة العراق، المهم سيارة إيران وذيولها. تحياتي لكم يوسف عبد الله. معنا اتصال أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. تحياتي لك والحجي أبو زكريا الورد. حياك الله يا هلا بك. تحية حتى يا أبو حتى جاء
الدجاج كله احترق راح انت ماكو دجاج هو لحم ماكو دجاج منين يجي بعد بعد انا قبل فتره اشهر كان الاستاذ ملا عفوا الاستاذ مصطفى الملا كان يقدم برنامج منبر الرافدين هم قلت له هم راح يجون بالسره راح يجي على الدواجن همين بعد السمك من كتلوا السمك راح يجي على الدواجن والحمد لله بدات تطلع حقائقهم ذولا بس استاذ لا تزعل لا تزعل هاي العجم العجم هم اسيادهم هم قالوا لي عجمي انت السيد واحنا عبيدك صريح العباره ما بيها مستحه فعلى العبد ان يتحمل يتحمل هاي اجورهم هذا حق العبيد حق الساده على العبيد بس انا عرفت معلومه يقول لك السنه ما عندهم مستحه ياخذون صارهم راحوا حرقوا بياي الدياي ماكو مال قادسيه مال ديوانيه حرقوا حرق فهذا اللي بوه براس السنه يقول لك ذولا كتلوا السمك لانه ما ياكلون السمك ياخذون جري لا مر ابو عمر هذا الكلام غير صحيح وما سمعنا به خلينا نحكي الصراحه ونبتعد عن هذه الامور طائفي ارجوك ابو عمر انقطع الاتصال مع ابو عمر من السليمانيه مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين معنا اتصال هبه من النجف تفضلي هبه ألو. نعم تفضلي تحيه اجلال واقبال الى قناتكم قناه الراشدين البطله اهلا وسهلا بك الله محييك نعم اختي هبه برايك من يقف وراء حرق حقول الدواجن في الديوانيه وتسميمها في كربلاء طبعا اخي عراقي حكمه خرسان اراد زمان لا نتوقع طبعا العراق اصبح الان مكان لنفايات ايران القدره واحزابها الاسهم والامان القدره هي من يحكم يا السجله والمتعودين والمتخلفين والارهابيين فوالله لا عز لنا وايران اسودتنا في امرنا نعم كان العراق ايام خرسان السن طبعا اخي دوله مؤسسات له كرامه الآن تحكم من حضارة المنطقة الغبراء الأندال الذين باعونا لإيران كان العراق دولة عظيمة لكنها رحلت مع رجل عظيم وماتت معه نعم وين الحكومة وين الأجهزة الأمنية المختصة بالتحقيق بهذه الأمور اللي صارت من سنة وجاي من حرق حقول وتسميم أسماك إيران احتلتنا إيران أخي إيران استحوذت على زمام الأمور كل مؤسسات الدولة نعم يعني تشوفين الحكومة مقصرة لو ما تقدر تحكي لا مقصرة أصلا هي ماكو حكومة أصلا ولا كل الإيران ماكو أصلا حكومة ماكو أخي حكومة نعم أنا أشكرك أختي هبة من النجف كانت معنا إذا حريق يلتهم مساحات شاسعة في المشروع الوطني للدواجن الذي تم افتتاحها قبل أشهر من قبل رئيس الحكومة عادل عبد المهدي يوم أمس يعني اندلع حريق في هذا الحقل الكبير وتقدر الخسائر بأكثر من مليار دينار عراقي وهناك من أكد من النواب ومن ضمنهم علي البديري وقال بأنه عمل مفتعل ووزير الزراعة صالح الحسني قال بأن هناك من يعبث بمقدرات المشاريع الحيوية في العراق ومنها قطاع الدواجن
والمدير التنفيذي لشركة دواجن الديوانية علاء الخفاجي أكد بأن الحريق الذي اندلع في أكبر مشروع للدواجن بمحافظة القادسية تسبب بخسائر بمليار دينار، بينما النائب عن تيار الحكمة سالم أطحامر قال بأن حرائق حقول الدواجن في محافظة القادسية ضرب للاكتفاء الذاتي في العراق. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.